إطار تفعيل السياسة الحكومية الهادفة إلى محاربة هدر المال العام وتنفيذ المقررات القضائية الكفيلة بالحفاظ على الأمن القضائي وهيبة الدولة، انخرطت وزارة العدل في عدد من الأوراش الإصلاحية لضمان نجاعة وفعالية تدبير ورش التبليغ وتحصيل الغرامات والصوائر والرسوم القضائية، المداخيل التي ارتفعت برسم سنة 2016 لتفوق 1,054,000,000 درهم. للحفاظ على مصداقية الأحكام وهيبة الدولة لابد أن تجد المقررات القضائية التنفيذ الذي تستحق، خاصة في جانب الغرامات. ونحن سعداء اليوم أن نعاين أن مجهودات الوزارة أدت إلى ارتفاع التحصيل بنسب تتجاوز 130%. الرهان ديالنا للرفع من هذه المداخل، لان كنعتبروها هي صمام الامان ديالنا في اطار الرفع من البنيه التحتيه لوزاره العدل. حنا كنشوفوا بانه عندنا في المقاربه ديالنا التشاركيه مع جميع المؤسسات عندنا واحد النهج كنقولوا باننا القضاء على المخلف باكثر من 25% كل سنه. في ظرف 5 سنوات تطورت المبالغ المنفذة بنسبة 133%، والرهان على خفض المتأخرات في التحصيل بنسبة 25% سنويا.